تعرضت لاعبة السيرك إلى سقوط مروع من ارتفاع شاهق أثناء أدائها حركات بهلوانية واستعراضية خلال عرض بمهرجان ليالي الصيف بالعاصمة الليبية طرابلس. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقطع فيديو وثقه الحاضرون، ظهرت فيه اللاعبة وهي تؤدي فقرة استعراضية بتشجيع من الجمهور قبل أن تسقط بشكل مفاجئ من ارتفاع يتجاوز الخمسة أمتار، حيث فقدت اللاعبة توازنها وأفلتت يدها من الطوق الذي كانت تمسك به لتطير في الهواء وتصطدم بالأرض بطريقة محرجة وسط صيحة الذعر من الحاضرين. انتقادات عدة توجهت للعرض وللحادثة بصفة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد كثيرون بغياب إجراءات الأمان والإسعافات الأولية في هذا العرض وسط غياب أخبار عن الحالة الصحية للاعبات المصابة.